جمعية البر الخيرية بمحافظة المويه جمعية مصرحة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 374، وهي جمعية تقع شرق منطقة مكة المكرمة على الطريق السريع بين الطائف والرياض، تقع في محافظة المويه. تخدم الجمعية ما يقارب 3000 مستفيد ومستفيدة من الأيتام والأرامل والمساكين والمطلقات والمحتاجين والمرضى، كل هذه الفئات تخدمهم الجمعية كل حسب احتياجه، فاحتياج اليتيم فيما يخصه واحتياج المريض فيما يخصه وهكذا. حاولنا أن نعمل على 3 محاور حتى تعم الفائدة للجميع. فعندنا المحور الإغاثي، وهو يشمل كفالة الأيتام، كذلك كفالة الأرامل والمساكين والمطلقات، ويشمل كسوة الشتاء وكسوة العيد وإفطار الصائمين وسقيا الماء وغير ذلك من المشاريع التي تدخل تحت هذا المحور. عندنا أيضا المحور الثاني، هو محور تنموي. محور تنموي يقوم على تنمية المستفيد إما تعليميا أو تجاريا. فتعليميا على التعليم العام والتعليم الجامعي من توصيل المدارس أو الحقائب المدرسية وكذلك المستلزمات العلمية، وكذلك تجاريا على دعم الأسر المستفيدة أو الأسر المنتجة، وكذلك دعم المشاريع الصغيرة لأبناء المستفيدين من خدمات الجمعية. المحور الثالث هو المحور التطويري، وهو متخصص في تطوير الفرد لسوق العمل من الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية أو الخياطة والتطريز وكذلك الميكاب وغير ذلك من الدورات التي تؤهل المستفيد أو المستفيدة إلى سوق العمل. طموحنا علان السماء وتحقيق الرؤية 2030 لأبناء المستفيدين والمستفيدات من خدمات الجمعية، نهيئهم ونعلمهم ونقوم بكل ما يحتاجونه حتى نحقق ما نريده بإذن الله.